العرض اسمه سينما تفاعلية، والتفاعل التفاعلي فيه هو حاجتين، الأفلام والموسيقى اللي بتتلعب زي تتغير بناء على انتوا هتعملوا ايه. فلو فضلتوا قاعدين كده في الاغلب هيطلع اللي احنا كنا مجهزينه بالظبط ونبقى مرتاحين وتمام انما الهدف مش كده على الاطلاق. الهدف ايه؟ انه انتوا تتفاعلوا مع ده فيتغير بتفاعلكم. ممكن يكون بالتويت، احنا في هاشتاج اوبن ايجيبت اظن، هاشتاج اوبن ايجيبت اللي هيتويت هنستخدم التويتات بتاعته. ليلى يغني يقول اي كلمه يقدر يجي على الميكروفون هنا.